السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بمستشفى قوى الأمن بالرياض، بتعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في أعلى. أعلنت مستشفى قوى الأمن عبر مواقعها الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. المسميات الوظيفية: فني تسجيلات طبية، حاصل على دبلوم في إدارة السجلات الطبية، إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة، لا يشترط الخبرة السابقة، رخصة سارية المفعول لممارسة تخصصه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إجادة اللغة الإنجليزية، معرفة ومهارات ممتازة في استخدام الحاسب الآلي. هذه هي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية سوف نتعرف طريقة التقديم بعد أن نستعرض الوظيفة الثانية. درجة البكالوريوس ناسخة. الوظيفة الثانية تضيع ترجمتها إلى اللغة العربية: ناسخة. درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة، خبرة سنة في مجال ذي صلة، يفضل الحصول على شهادة كنسخة طبية معتمدة CMT أو ما يعادلها، معرفة عملية بجميع جوانب المصطلحات الطبية، معرفة فائقة بقواعد اللغة الإنجليزية وبناء الجملة والهجاء وعلامات الترقيم. متاح التقديم من يوم الأحد الموافق 16/1/1440 الموافق بالميلادي 14/8/2022، واستمر التقديم حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. الوظيفة الأولى فني سجلات طبية وناسخة، تستطيع التقديم عليهما بنفس الطريقة. تستطيع هنا قراءة التعليمات والخبرات والأشياء المطلوبة ومهام الوظيفة. قدم الآن، تقوم بالضغط على كلمة قدم الآن. يكون لديك حساب في هذا الموقع مستشفى قوى الأمن، كتابة البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم، كلمة المرور ثم تسجيل، وبذلك تستطيع التقديم على هذه الوظيفة. إذا لم يكن لديك حساب أصلا على هذا الموقع تسجل الآن. ضغط على كلمة سجل الآن، تكتب البريد الإلكتروني، كلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، ثم تقوم بتحميل السيرة الذاتية. إذا لم يكن لديك سيرة ذاتية تختار ليس لدي سيرة ذاتية وأريد بناء واحدة. هيفتح لك صفحة تبدأ تكمل السيرة الذاتية بتاعتك على هذا الموقع، ثم بعد ذلك افتح حساب. إذا كان لديك سيرة تقوم بتحميل السيرة الذاتية الآن وتختار ملف، ثم بعد ذلك افتح حساب، وبذلك تستطيع التقديم على هذه الوظيفة بكل سهولة. أو الوظيفة الثانية نفس الطريقة. أتمنى جميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.